مساء الخير. أول أحب أشكر معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة معالي الدكتور خالد عبد الغفار. الحقيقة إحنا كل سنة بنحاول ننمي المهرجان سنة عن الأول عن اللي قبلها. السنة دي إحنا وسعنا في الأنشطة بشكل كبير. التوسيع في الأنشطة ده كان بيتطلب وجود خدمات صحية، وأنا بس عايز تاني أشكر معالي الوزير إن إحنا أول ما اتكلمنا معاه الحقيقة ردة فعله هو مش مساعدة، هو تكامل ما بين كل الوزارات في الدولة مع الشركة المتحدة، لأن الهدف واحد في الآخر. الهدف إن إحنا ننمي هذه المنطقة، هذه الشواطئ الرائعة. الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة من إمكانيات قدمتها وزارة الصحة إمكانيات عظيمة، يعني يمكن العيادات المتنقلة مع الإسعاف، والحقيقة أنها مش بس بتخدم على الآلاف اللي جايين يزوروا العالمين في الحفلات المتنوعة والأنشطة المتنوعة، لا دي كمان مع الوزير قال لنا أنه هتسرفس على الساحل الشمالي كله. مع الوزير أنا بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل تاني في 100 مليون صحة إن شاء الله. شكرا جزيلا.